So guys, يلا نجهز فطور اليوم. راح أسوي بانكيك. هذا البانكيك اللي أنا أستخدمه بالألياف وبالحبوب الكاملة كذا، طعمه جاي بر بدون ألوان صناعية. هذا هو، وبستخدم معاه هذا البروتين الباودر. أنا صار لي فترة أستخدمه، أخذته من آي هرب، مرة حلو أحطه للشوفان، للبانكيك، للأشياء اللي أحس أنها ما فيها بروتين. طعمه حلو كذا، طعمه فانيليا أصلا. وكذا فطورنا صار جاهز. نجرب. جايز، هنا عندي طلبية شيئاً طلبتها أمس، وصلت. فتحت بعض الأشياء كذا، بس كنت أبغى أتأكد إذا الأشياء وصلتني سليمة، فبفتح الحين باقي الأشياء معاكم. هذه الطلبية عبارة عن مواعين. أنا أحب المواعين، يعني أحب اني اشتري صحون واكواب واطبخ فيها، ويعني اواني وزي كذا، فهمتوا؟ اول شيء اخذت هذا الصحن. اوه جايز، شوفوا هذا الصحن ياخذ العقل، مره حلو. طلبت طقم، شوفوا مره حلوين. هذا الكوب، شوفوا جايز مرة حلو، حتى جودتها مرة حلوة. هذا كوب عادي يعني سادة، ما في ولا شيء. هذا حق حلا يعني، شوفوا شوفوا. صحن هذا احلى واحد كم فيه، مره يجنن. وهذه كانت طلبيتي من شي ان، زي ما انتم شفتوا كلها مواعين. أنا مرة أحب مواعين شيئاً، وبالفترة الأخيرة نزلوا مواعين مرة حلوة، فاللي ودهم يطلبون من شيئاً مواعين لا تترددون، حتى كجودة مرة ممتازة. جايز، إيش رأيكم نسوي رياضة؟ طبعاً أنا جهزت كذا الأشياء عشان أبغى أصور صورة. فهذا لبسي ترى بعد بنات من شيئاً، مرة حلو. بحط لكم رابط اللبس بصندوق الوصف، إن شاء الله برجع أشتري ألوان أكثر، لأن جودة اللبس هذا حق الرياضة خيالي، مرة حلو. شوفوا جايز، هذا الشراب شريته جديد، بس أنا مرة ما أحب الشراريب الطويلة، أحس كي تخليني ما أدري كيف، كأني ضخمة فما ألبسها. المهم أنا بس أسوي رياضة في الويكند يعني، ويمكن نص ساعة كذا مو أكثر، فبوريكم إيش التمارين اللي أسويها والقناة اللي أنا أتمرن معاها. You can see there are two input fields.
بجهز الحين هوت شوكليت بسوي معاكم. هذه البودرة يا بنات اللي استخدمها للهوت شوكليت، يعني انا طحت عليها طيحة ما تخلص واحدة الا واحدة ثانية وراها، ما تنقطع من عندي ابدا. سعرها مرة حلو لاني انا شفت انواع مبالغ فيها، وغير كذا طعمها مرة مرة لذيذ يا بنات، يعني نفس الهوت شوكليت اللي انا اشربه بالمقاهي، ما في فرق ابدا. ممكن اللي اسويه بعد احلى. وهذا يا بنات ألذ نوع الكريمة، مرة حلو. Still somewhere here in the hotel, and I'll help you look for them. Great. Yeah, in 3 minutes. One hour later. Guys, الصراحة هذه البلوفرات مرة حلوة، شوفوا أدمشتها جنة للشتاء. أخذت قطعتين كذا، بلوزة كذا سادة وبنطلون سادة بعد للشتاء. جاية أشوف إذا منزلين بجايم شتوية. أنا أكثر واحدة أحب الشتاء عشان بجايم، فباخذ لي كذا كم بجامة للشتاء. قاعد أشوف هذه عجبتني مرة، قماشها ناعم، أنا مرة ترى أحب هذه الألوان للشتاء. شوفوا هذه البجامة بعد من البجايم الشتوية يا بنات، أنا كنت أشتري منها بالهبل. هذه تلبسونها كذا فوق البجامة عشان الشتاء، عندي منها مرة كثير، صدق حلوة. جايز شوفوا هذه البجامة، هذه صدق أحسها حقت شتاء، شكلي باخذ بس هذه. بس تخيلوا طلعت شورت مو ببنطلون طويل، بس إنها مرة عجبتني. باخذ لي كوكيز، مرة أحب الكوكيز حقهم. نوتشو خلصنا جايز ملابس الشتاء، شوفوا الجو مغيم اليوم. كيف؟ اوه هجو هجو. And she's there.